السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الراوتر 1 ايضا اشتغل. نعمل له ران. اوكي سو هنا عندك راوتر 2. راوتر 1 هذا ما يحتاج كلوز، بس راوتر 1 هذا هسه حاليا شغال. This is router 1. هذا router 2. زين خلونا نرجع لي في دورة مثلا، نعمل له run start. طبعا مو شرط يكون عندك ال virtual شغال، اوكي يا شباب مو شرط يكون عندك virtual شغال، حتى لو virtual مغلق مسدود اوكي اعتقد هو اوتوماتيكي ممكن يشغلها، لان انت هنا بال preferences اعطيت له خاصية انه في طريقة انه بيشغل منها عن طريق ال virtual box. اوكي فنجي على الفيرتشوال، خلونا نشوف الفيرتشوال شو الاشياء اللي ممكن احنا نعملها حتى نتاكد انه في انترنت بيصل للفيدورا، لانه احنا هسه عندنا حاليا هذا الرينج. اوكي احنا خلونا نعمل هون رينج اخر. هنا لا تنسون احنا عندنا الرينج 192.168.0.1 او 0 على 24. اوكي اذا لاحظ في عندنا هذا الرينج، في عندنا هذا الرينج، وفي عندنا هذا الرينج، وهذا الكلاينتس في رينج اخر. يعني انا احب التعقيد، اموت على التعقيد، احب التعقيد جدا. زين خلينا نشوف ايش راح نقدر نسوي بهاي الاشياء. طبعا هنا اكو في نقطه مهمه، الفيدورا حياخذ دي اتش سي بي، لانه احنا بدرس السابق عملنا الراوتر 1 دي اتش سي بي، هذا الشيء انت تعرفه. اوكي اوكي يلا فيدورا، يلا فيدورا، يلا فيدورا. طبعا يمكن ياخذ وقت شوي. اوكي اشتغل، خلينا نكتب this one. اوكي فانت عندك الرينج هذا، هي بتبدا بالعشرة، يعني لا تتصور انه هذا الرينج راح يكون هنا، بس هذا الراوتر 1 هنا بيعطي اي بي ادريس اوتوماتيكلي، بس بين هذا وهذا ستاتيك، بين هذا وهذا ستاتيك. اوكي خلينا نشوف وين وصلنا. هنا حنجي على الايثرنت، خلينا نشوف الواير سيتنج، مفروض انه ياخذ اي بي. اوكي اخذ 10.41. خلينا نشوف التيرمينال، انا احب التيرمينال كثير. خلينا نشوف التيرمينال، اكره جيو اي هوايه لانه احس انه اني مخترق. يلا كم اون. زين هذا التيرمينال، خلينا نكتب هنا اي اف كونفيج. So this IF config، هنا في عندنا الايثرنت مربوط ب 10.0.0.41. زين this is one. DNS انت عندك 8.8.8 هي اللي جوجل. اوكي DNS احنا مضبوط ما عندنا مشكله بيها، لكن خلونا نجرب نعمل ping. يعني هنا مثلا خلينا نعمل clear ونكتب هنا for example ping ل www.google.com. ما دام هيك يتأخر، طبعا هو يتأخر هالشكل حتى يبحث عن ال 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 اي بي عن طريق 888، بس هذا التأخير ايضا تعرف شنو؟ هذا التأخير على انه احنا فشلنا انه نعطي انترنت للفيدورا حقيقة، يعني حقيقة لاحظ unknown host. لو نيجي نكتب هنا ns lookup ns lookup ل google.com. ما راح يلقاها انا متاكد. زين اذا ما راح يلقاها ليش كتبت العد؟ اوكي بلقاها not reachable. الفكره هي وين اللي الذكي كشفها، الذكي كشفها. شباب احنا بنشتغل على الرينج مختلف اصلا عن رينج الانترنت، فلازم اكو راوتينج، لازم نعمل راوتينج، يعني لازم احنا نعمل راوتينج حتى نستطيع انه هاي تستخدم الانترنت. بدون راوتينج ما بينفع، احنا كيف نستطيع انه الفيدورا يدخل على الراوتر 1، بعد ذلك يجي على الراوتر 2، بعدين يدخل على الانترنت. ليش؟ ليش؟ لانه الفيدورا 2 لما يعمل ريكوست يرسل ريكوست للراوتر 1، اوكي بيرسلها بعدين للراوتر 2، لان احنا في عندنا باث هنا مفتوح على فكره، لانه احنا من راوتر 2 كنا ممكن نعمل بينج على فيدورا، صح؟ ومن الفيدورا 2 كنا بنستطيع انه نعمل بينج على الراوتر 2. يعني لو رجعنا هنا شفنا فور اكزامبل، لو رجعنا على فيدورا كتبنا هنا بينج ل 2.2.2.2 لوب باك. لاحظ لاحظ في عندك استجابه ال 2.2.2 انت هي موجوده من الكونفجريشن ار 2،
اذا في دورة بيصل للار 2 لكن ما بيصل للانترنت، ما بيصل للانترنت نهائيا. شو السبب؟ السبب انه لما الراوتر 2 يعطي الانفورميشن، يعني من الفيدورا، فيدورا 23، شوف التايم 5 minutes، لاحظ من الفيدورا لما يطلع، نرجع للجراف، هذا فيدورا، من الفيدورا بيذهب للراوتر 1، من الراوتر 1 بيذهب للراوتر 2، الراوتر 2 بيعرف انه من هو فيدورا، بيعرف فيدورا من. اوكي، يعني لاحظ هنا في الراوتر 2 لو كتبنا هنا بينج ل 10.0.0.1، لاحظ انت في عندك بينج، خلنا نعمل ايضا بينج المن لل فيدورا. او ماي جاد، وات از ذات؟ لاحظ هذا منو؟ راوتر 2، صح، راوتر 2 بيعمل بينج ل 10.0.0.41. اذا محمد عيسى شو المشكله؟ اذا انت تستطيع انه تعمل بينج، انت بتستطيع تعمل بينج من فيدورا الى الراوتر 2، الراوتر 2 ايضا يستطيع يعمل بينج لل 23، اي بمعنى انه متصلين مع بعض. لكن المشكلة أين؟ المشكلة في الانترنت نفسه. الانترنت بيتحمل على شكله، على شكل هذا الرينج من الاي بي، هذا غير متعرف في هذا الراوتر. ما احنا في الدروس السابقة عرفنا هذا بهذا، وهذا عرفنا بهذا. اوكي، اي اي جي بي جي ار بي، تذكرونها لما فعلنا ال1 وعملنا بيناتهم باث، فهذا ما عندك مشكلة بيها، بس لكن هذا الباث غير معرف في هذا الباثات، فهذا الشيء طبعا صعب. إذا في دورة لما يرسل من هذا الرينج، أوكي بيرسل لهذا الرينج، وهذا الراوتر بيعرفه، الراوتر هذا لما يرسل الباكج لهذا، أوكي 192.168.0.0.1، يعني لو يجي الجراف أول، أوكي يرسلها هنا، أنا. هذا هو الفيدورا، هذا من ضمن الرينج هذا، أوكي من ضمن الرينج 10.0.0.41، صح، هذا هو كان IP الفيدورا. هذا بيرسل لل الراوتر 1، راوتر 2 هيستلمها، راوتر 2 هيرسلها المن، هيرسلها 192.168.1، هذا هيعتبر public المن لل GNS3. لكن هذا لما يرسل للpublic وياخذ الانفورميشن، لما يرجع الانفورميشن هذا ما بيعرف شو معناته 10.10.0.0.41، لانه المتعرف الوحيد يمه هو راوتر 2. اذا بهيك حالة لما يرجع الاستجابة ل 10.0.0.41 او 10.10.0.0.0 range، اوكي لما يرجع بالباكيت، اوكي لما يرجع هذا بالباكيت، هذا لما يرجع بالباكيت هذا ما راح يعرف المن يعطيها، لانه ما معرفه في الرينج مالته. هذا هو النقطه اللي اريد افهمك اياها، لهذا احنا ما بنستطيع انه نعمل كونكت عليها، لانه ما معرفه اصلا بيها. فبهيك حاله احنا لازم شو نسوي؟ في طريقه، طبعا في اكثر من طريقه، الطريقه اللي راح نتبعها احنا هي النات. النات الفكره من عندها انه حيكون الراوتر 1، حيكون الراوتر 1 هو العازل، اوكي حيكون هو العازل. الفكره من عنده عفوا الراوتر 2 حيكون هو العازل. الفكره من عنده انه مالك علاقه في هذا النيتورك، مالك علاقه بهذا النيتورك، انت كل الباكيت اللي راح ترسلها حترسلها على اساس الراوتر 2، الراوتر 2 هو اللي بيطلب هذا الباكيت. فاذا لما يرجع الراوتر بالباكيت، خلينا نقول هذا مثلا اسمه فور اكزامبل باكيت، لما يرجع الراوتر وعند الباكت حيسلم الباكت لمن؟ حيسلم الباكت للراوتر 2. ما له علاقه بعد هذا، يقول لك اوكي انا ما له علاقه بعد، الراوتر 2 هو اللي راح يقوم بتوجيه لمن؟ للفيدورا. فاذا حنعمل النات، اذا بمعنى هذا انه الفيدورا عمره ما راح يشوف الناس الموجودين في الانترنت، وحتى الانترنت نفسه ما راح يعرف انه هذا هو المستخدم الاساسي. الناس حتشوف من؟ الناس حتشوف الراوتر 2، ما راح تشوف الراوتر 1، ما راح تشوف الفيدورا. فهي كم جميلة يعني بهالحالة انه الفيدورا راح يكون مخفي على العالم، ما حد ما راح يعرف من هو فيدورا، ما حد ما راح يعرف هذا الاي بي من هو، لان الناس والانترنت حتتعامل مع هذا الطرف. هذا هي فكرة النات. زين، كيف نعمل النات؟ اكيد هذا الدرس راح يكون عليكم. لا لا، اكيد راح نعملها برمجة مع بعض، خلونا نشوف البرمجة كيف راح يكون. بس قبل هذا نشوف التايم، التايم صدق، يعني نوقف نكمل الدرس القادم. مع السلامة.